وهنروح تحديدا للعاصمة الإدارية الجديدة اللي تم إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تاكسي العاصمة، وده أول مشروع سيارات أجرة كهربائية في مصر. هذه السيارات مجهزة بكل وسائل الأمان، فيها كاميرات داخلية وخارجية وكمان أجهزة جي بي اس متصلة مع غرفة التحكم المركزية في الشركة. بدأ تشغيل أول خدمة سيارات أجرة كهربائية في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر حلاً صديقاً للبيئة لخدمات نقل الركاب داخل المدينة. هو أول بروجكت كلين انرجي ترانسبورتيشن رايد هيلينج سولوشن. الفرق ما بيننا وما بين أي حد تاني إن دي العربات دي كلها كلين انرجي، عربات بالكهرباء، فطبعاً ده بيساعد على تقليل معدلات التلوث وعلى خطوة للأمام لينا كدولة سيكينج إن احنا نروح في حتة الكلين انرجي والطاقة النظيفة. ودشنت وزارة النقل المرحلة الأولى من مشروع تاكسي العاصمة التي تشمل 10 سيارات أجرة كهربائية، وتخطط لأن يصل عدد سيارات المشروع إلى 145 سيارة في المراحل اللاحقة. ده صديق للبيئة، فما فيش أي تلوث، ما فيش أي عوادم بتخرج منه زي باقي التاكسيات أو باقي وسائل النقل اللي هي الابليكيشن. وجرى تجهيز سيارات الأجرة الكهربائية بوسائل أمان متقدمة، منها كاميرات داخلية وخارجية وأجهزة لتحديد مواقعها على اتصال دائم مع غرفة التحكم المركزية للشركة. في وسائل أمان في السيارة، في كاميرا داخلية، وأعتقد ده مهم جدا علشان حالات التحرش اللي بتحصل، يعني بالنسبة لاستخدام في ناس كتير قوي بيكون عندها بنات أو ستات بيكون خارجين في أوقات متأخرة، فده آمن جدا. وتتوافق خدمة تاكسي العاصمة مع جهود مصر لتطوير نظام النقل الخاص بها، ويمكن حجزها من خلال تطبيق على الهواتف الذكية مع خيارات للدفع نقدا وبالبطاقات المصرفية، مما يوفر الراحة والمرونة للمستخدمين.